بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا المحاضرة الماضية شباب تحدثنا عن العديد من الأشياء وحاولنا نطبقها كل واحد على حدة، وتوقع مني اليومين هذول أنزل لك صورة تقوم ببناء شيء مشابه إلها. اليوم الأسلوب الجديد اللي رح نتعلمه هو استخدام تقنية تسمى اللوفت. إحنا استخدمنا الليث اللي بيعمل شيء مشابه للفازة واستدارة حول محور الواي أكسس، واستخدمنا الإكسترود، وإيش استخدمنا كمان؟ واستخدمنا السويب. اليوم راح أحكي عن شيء بيشبه السويب لكن بأسلوب مختلف. أكيد كل اللي أنا بعمل فيه خلال المحاضرات السابقة هو على اللاين وتحويل اللاين إلى شكل جيومتري. طيب خلينا نرسم لاين بغض النظر عن شكل اللاين. هاي اللاين الأول وأبعد عنه شوي، وهي لاين ثاني سموث، مش كثير بيقرقني موضوع اللاين، وهي لاين ثالث هون. نشوف كيف أنا بدي أقوم بتطبيق خاصية اللوفت اللي أنا حكيت لك عنها. يمكن فهمت علي أنت أثناء كلامي إنه هاي الخاصية بتمكن من خلالها من تحويل الأوبجكت إلى شكل ثلاثي الأبعاد قلبا وقالبا، وهي شبيهة بالسويب. تعني نجي لأبسط لاين أنا رسمته هون. أنت بتعرف أنه من موديفاي ممكن أنا أختار سويب، معلش عشان عربي ما قدرت كتبت وما أخذها سويب، وممكن أنه هذا السويب كبروبرتيز يكون له عدة أشكال. وحكيت لك المرة الماضية أنه لو في شكل من الأشكال اللي أنت بحاجتها مش موجود هون، انت بامكانك ترسمه وتختار الكاستم سيكشن بحيث انك تختار الاوبجكت اللي بدك تبني شيء مشابه له. لكن السؤال القوي اللي احنا ممكن نطرحه، هل من الممكن انه يكون الشكل هذا الموجود امامي هون بدايته دائره ونهايته مربع؟ في استخدام السويب هذا الكلام قلبا وقالبا مش موجود، لأنه السويب تكنيك بتتعامل مع الأوبجكت as is، يعني مربع رح يمشي على اللاين كله مربع وهكذا الأمر. إذن السويب بتفهم إنه اللاين يتحول إلى شكل واحد. الآن كيف بدي أخليه يتحول من شكل إلى شكل؟ يعني يكون في عدة أشكال موجودة عندي في داخل السويب. التقنية هاي أو هذا الأسلوب مش من خلال السويب بروبرتيز، من خلال شيء آخر اسمه اللوفت، ولو دورت عليه هون ما رح تلاقيه موجود عندي في قائمة الموديفاير لست. الآن بدي أفرجيك كيف ممكن إني أنا أحصل على هاي التقنية، لكن ما قبل ذلك رح أنتقل للفرونت فيو وأرسم الأشكال اللي أنا بدي إياها هون. مثلا أنا بحاجة سيركل وريكتانجل بهذا الشكل، أوكي؟ بدي أنا المطلوب مني إنه يكون بداية اللاين، أنا كيف رسمته هذا؟ من الأسفل للأعلى صح؟ ولا من الأعلى للأسفل؟ لا من الأسفل للأعلى. والله إذا ما خانتني ذاكرتي من الأسفل للأعلى رسمته، يعني إذا رسمته من الأسفل للأعلى بتكون البداية هون والنهاية هون، وإذا العكس بكون العكس صحيح. طيب بكل بساطة شباب، بنمسك العنصر المراد تحويله إلى جيومتري، ومن ثم بننتقل لتاب كرييت، ومن تاب كرييت بنختار خيار اسمه كومباوند أوبجكت. Compound Object يحتوي على بعض الخيارات التي تخص تحويل والدمج لأشكال ثلاثية الأبعاد. دمج ما حكيت عنها، رح أحكي عنها لاحقا. فبختار Compound Object، ومن Compound Object هيني شفت اللوفت، هاي لوفت. الآن الشيء اللي أنا عامل له Selection هو المسار، هو الخط، هو الباث. ففي عندي هون خيار اسمه Get Shape. Get Shape التقط الأوبجكت الجديد ومشي لي على اللاين، get shape، وبنيجي على السيركل.
طيب جميل. طب هذا شو فرق على السويب؟ جاوبوني. ده هون ولا إشي. ولا إشي، أنا أخذ الشكل كامل. ولا إشي، نفس الشيء اللي أنا عملته على لاين وسيركل نفسه اللي كانت تعمله السويب. واللي بتذكر في مادة الإنتاج السينمائي، آسف، في مادة الأساسيات، شو اسم هالمادة هي؟ 4D صح؟ cinema. الأساسيات في 3D، في السينما 4D، كنت بس تستخدم السويب، كنت أحكي لك بدي خط اللي هو شكل المسار، وبدي شكل هندسي مغلق اللي يمشي عليه، اللي يمشي على المسار. اللوفت تقريبا نفس الشيء هون. الآن النكست ستيب تاعتي شو هي؟ باجي على الشكل، ومن الموديفاي لأني تركت السيلكشن تاعه، ومن الموديفاير ليست. شوف علي، حكيت لك أنا هون صفر وهون مية، عشان أنا وياك نتأكد. تعني تطلع من الجنب، فوت زوم إن، تطلع بداية اللاين، يا دوب مبين في عندي كروس لونه ذهبي أصفر، هي هون. يعني شوف شو ما بفوت زوم إن بيرجع بيصغر هو، لكن هيو موجود هون. الآن هاي النقطة هي صفر، ونهاية اللاين 100%، صفر إلى مية. الآن بدي أنقل الكروس اللي موجود هون إلى نهاية المسار، path، نقول لي يا لمية وانتر. هاي يسار هون للي لاحظ. طب خلينا أرجعه بس لتسعين عشان انت تشوف. شايفين وينه؟ هيو تسعين، 90% من المسار. أنا بدي 100%، وبرجع على الالتو دبليو، أو حتى لو ما رجعت على الالتو دبليو عادي، بس أنا بدي أفرجيك شو بصير مباشرة. هيو الكروس، برجع بحكي له get shape كمان مرة. بغض النظر عن الشكل اللي صار، انه بداية المسار دائرة ونهايته مربع، واثناء مسير الدائرة على المربع بلشت تتحول معي الى شكل المربع او الى شكل الريكتانجل. خليني ابسط الريكتانجل هذا، لانه هذا من الاشياء الجميلة فيه، انه انت اني تايم بتقدر ترجع للشكل الاساسي اللي رسمته وتغير خصائصه زي ما انت بدك. صار بإمكاني أنا أشوف شكل بدايته دائرة ونهايته مربع. واللي أجمل من ذلك إنك ممكن تيجي هون على الأوبجكت الجيومتري ثلاثي الأبعاد الجديد، وتفتح اللوفت، وتأخذ الباث، وتعمل كليك على اللاين، بتبين خصائص الخط الأصلي. بس هون صعب التحكم فيها. راح أجي على الألتو دبليو عشان أشوف النقاط هيا اللي أنا رسمت من هاللاين، بإمكاني أرجع أعدلها. أو هاي النقطة على سبيل المثال رايت كليك سموث، حولها لزاوية ناعمة. هاي أو هذول النقطتين زيحهم للأمام. يعني هاي من الأشياء اللي جدا مريحة ومرنة في موضوع اللوفت، إنه أنت في أي لحظة تقدر تعدل على اللاين زيها زي السويب. والأجمل من ذلك إنه ممكن إنه الأوبجكت ياخد أكثر أو عدة أشكال معا. شوف بدايته دائرة ونهايته مربع. وكمان إضافة، شوف مش راضي يخليني أمسك الدائرة شباب، لأني أنا عامل كليك على الباث تاع اللوفت، فهو مفترض أني أنا الآن بس بشتغل على المسار. اتركها وعمل كليك على اللوفت عشان يسمح لك تمسك السيركل. وهي النقطة الثانية الجديدة أو الجميلة، أنه أنت في أي لحظة ممكن أنك ترسم أو تغير هيئة العنصر. طيب تعال نرجع لخصائص اللوفت مرة أخرى. لو إجيت أنا على 50%، 50% من اللاين، يعني وين الكروس بده يكون؟ بالنص، بالمنتصف. وفعليا هيو في المنتصف. بتحكي لي ما هو هاي أكبر من هاي مبينة؟ لا، هو exactly بقيس في المنتصف. وطلعت لتاب creation أو تاب create، وجيت رسمت له star، هاي نجمة، وهي مثلا سيركل اللابس هيلكس بالزمنيش دونات. بس انا بحب اشتغل هون والله يا شباب. ليش بحب اشتغل هون؟ عشان اشوف دائما الكروس وينه. والان على الموديفاي وانا عامل كليك على اللوفت، بحكي له وهو على 50% في هذا المكان، جيت شيب الستار. ايش اللي بده يصير؟ هاي كليك اي مكان فاضي، اطفي الجيت شيب،
عشان تشوف، واحكي لك هي اطفي الاف 4 عشان تروح السيجمنتيشن. بلش الاوبجكت معي بدائره، واثناء مسيره على اللاين بلش شوي شوي يتحول الى ستار، وبس وصل للمرحله النهائيه من الستار بلشت الستار تمشي على اللاين وتتحول لايش؟ لمربع. احيانا وانت بتشتغل شباب ما بتسيطر على موضوع ال 50% وال 100%. الحلو في الموضوع انك تقدر تعمل كليك على الشيب، راح تبين الاشكال اللي انت رسمتها، هي الستار تقدر تعمل عليها كليك. اذا ما قدرت تعمل كليك هون احكي له انا بدي اشتغل على الشيب، بتبين مباشره. هاي شايف كليك على الشيب، الشيب اللي هو شكل اللاين. ممكن اني انا احرك هاي الستار وراح تغير على هيئه الاوبجكت. طبعا فعليا للي بضرب عينه على اليمين على البروبرتيز بار بشوف انه الباث اللي انا كنت مثبته على 50 بلش يتغير معي. طب هل بامكاني اغير السيركل؟ اه ممكن اني اغير مكان السيركل حتى احصل على الشكل اللي انا بحاول ابنيه. وركز، هذا لو رفعته للاعلى ما بيرتفع بالطريقه سلسه، فبدك كمان تكون حذر في التعامل معه. اي اندو اندو. اسف. اوكي طيب، وهي اللي هون ممكن احركها. طول ما انت عامل كليك على شيب ممنوع يمسك الا الشيب. طيب نرجع انا هون نطفي الشيب ونرجع نعمل كليك على اللوفت، وبرجع بحكي له على 100% كليك جيت شيب الدونات. هاي ما اعطاني اياها، مين بيعرف ليش؟ موجود شكل ثاني ولا لا؟ لانه هذول مش شكل واحد، شوف شكلين جيت شيب هاي دونات. ثواني والله شباب. ما مش الحال للشكل لأنه شكلين. هسه بنجري تجربة أخرى. طيب نحاول محاولة أخرى شباب، ورح أرجع أعيدها لأنه عشان موضوع الريكوردينج. أول شيء خليني أرسم الذراع زي ما إحنا اتفقنا، هاي كورنر. شوف الزاوية هاي بدي أصنعها من ثلاث نقاط، واحد اثنين ثلاث، وبعدين أكمل. البعض بحكي طب ارسمها مرة واحدة، هاي سموث، رسمها مرة واحدة بصير الرينج تاعها كبير. شايفين قديش؟ ولو رسمتها بالسموث بثلاث نقاط ما رح أسيطر على الزاوية اللي هون، بينما في الكورنر بسيطر. على كل إن هذا ما بيخدمني وهذا ما بيخدمني، وبدي أرجع لللاين هذا اللي هون وأجي للنقطة هاي اللي بالزاوية أحولها سموث، ما تحولت كمان مرة سموث، وأحاول أعدل هاي النقاط بحيث يصير شكل الانثناء لطيف. اوكي هاي كثير كبرتها أنا هون، هاي النقطة رجع لي على الخلف. طب الموضوع اللي ما قبل ما نفصل من شوي اللي كنت أحكي عنه أنا، أي لاين أنت بترسمه بغض النظر، إذا بتطلب منه يرسم لك شكل زي هذا، خلينا نسميه مصمت أو مغلق أو حتى ركتانجل، بيمشي الحال كتسلسل. لكن إذا أنت بتطلب منه شكل فيه في داخله فجوة يشبكه مع شكل مغلق، ما بيمشي الحال. لأنه هو شو بفكر؟
بفكر انه الاوتلاين تاعت السيركل تشبك مع الاوتلاين تاعت الالابس او تشبك مع الاوتلاين تاعت البوكس. لكن انت بس تيجي تحكي له بلش دونات او الشكل هاد وانهي السيركل، ما راح يعرف السيركل هاي الاوتلاين تاعته مع مين ينهيها، مع الداخلي ولا مع الخارجي. لكن لو في عندي شكل اخر مفتوح مثلا وبتطلب منه يعمل لك اياهم زي بعض او يشتغلوا على اللفت وبيشتغل، بتحكي لي طب احيانا انا بدي شيء مفرغ. هاي ستار اوكي، وهي الستار كنترول في كوبي اوكي، وهي موديفاي، وهي الستار الثانيه خليني اصغر حجمها شوي. هذول تو ستار. هل ممكن اشتغل على هذا الشكل وهذا الشكل؟ إذا شباب لا، هذا وهذا ما بزبطه. ليش؟ لأنه هذا الشكل قطعة واحدة وهذا تنتين. كيف بدي أعملهم أنا وياك قطعة واحدة؟ تطلع يعني شغلة بدري عليها شوي. convert to editable spline وأطلع للموديفاي وباجي هون attach وبحكي له السير هاي اللي برا تندمج مع اللي جوا. لازم أحولها editable عشان أقدر أعملها وحدة واحدة من خلال الاتاتش. بدري عليها، بس بدي أفرجيك إنه هاي صارت إيش؟ قطعة واحدة. طب الآن بمشي الحال؟ آه بمشي الحال. هاي اللاين، هاي كومباوند أوبجكت، هاي لوفت، جيت شيب على الزيرو الشكل هاد، وعلى نهاية اللاين على سبيل المثال جيت شيب الشكل اللي هون. زبط؟ تعال نشوف مع كل التحفظ على الشكل وطريقة الانثناء وطريقة الدمج اللي صارت، لكن هو بلش سيركل وختم بلش سيركل وختم ستار قلبا وقالبا زبط. لكن هل هو حقق الشيء اللي بدي اياه؟ بصراحة لا، لانه هون زي ما شرحت لك اياه من شوي بده الاوتلاين اللي هون يشبك مع الاوتلاين اللي هون والانلاين مع الانلاين، فخوارزمية هي شكلت معي هذا الشكل. الموضوع اللي الثاني اللي ايضا بهمني انه انا وياك كيف بدنا نفكر في صناعه شكل معين. الان احنا بدنا نحاول نعمل ايد بني ادم او العضله، بدي افكر انا وياك في المساقط، في المساقط تاعت المقطع العرضي لايد البني ادم. اول شيء هي ال تو دبليو بدي اجي ارسم هون. اول شيء بدي افكر انا وانت عضله البني ادم كيف بكون شكلها من عند الكتف. خلينا نحكي هون شو بدها تكون؟ نافخة. لا يا ما دائرة. دائرة يعني هون بدها تبلش دائرة، وفي المنتصف لواحد له عضلات اللابس ممكن سلندر أو لا. لا اللابس لا، أنا هون كله أشكال ثنائية الأبعاد اللابس. يعني أنت لو بدك تأخذي مقطع عرضي هيك شكله طبعا مش بهذه الطريقة أكيد أقل. شوف أنا بصراحة هاي ما بتهمني الأشكال، لأن أنا في أي لحظة راح أرجع وأعدل عليها ولازم أرجع وأعدل عليها. وعند الكوع بدي كمان سيركل تانية، أو بلاش نحكي سيركل لأنه ما في إيد بني آدم سيركل. اللابس تانية هون حجمها أصغر من هاي، هي طلعت زي السيركل. ومن هاي المنطقة هون ما في عضلة في المنطقة، فبحكي بتختم بشكل اللابس هيك. طبعا هاي الأشكال كلها راح تطلع معي بالعرض. طيب تعال نركبها ونشوف أنا وياك. خليني هون، خليني أشتغل هون. نيجي هون، أنا بلشت من هون الرسم. إذن هاي صفر جيومتري لوفت على صفر، هاي البدايتي. طيب المنطقة الانتفاخ اللي هون بدي أقدرها أنا وياك تقدير رقما، يعني بتحكي لي إذا هاي 100 النص 50 يبقى هاي 25 35 35. بتهمنيش لأني في أي لحظة راح أعدلها. هيها 25 32
تعرفش كيف طلعت معي، هيها هون، أو ممكن تزغرها ترجعها لورا. Get shape. ما بتهمني لأني راح أعدل عليها. المهم إنه ركب غلط، بس ركب. أنا رسمت لك المقطع هيك عشان تركز معي في المقطع. وعند الكوع حرك هاي لحد ما يجي عند الكوع بغض النظر عن القيمة، كمان get shape للشكل اللي هون. وفي نهاية الإيد اللي هي لازم تكون 100% اللي هي نهاية اللاين، كمان get shape. وين الدائرة الأخيرة؟ هاي هي، يلا هاي هي. بغض النظر عن الشكل لكنه زبط. الملاحظات، العضلة اللي أنا طلبتها طلعت بالعرض، يبقى اللابس اللي أنا راسمه، سوري عملت كليك أخذوا هون بالغلط، هاي كليك أي مكان فاضي واطفي الشيب، اطفي الشيب. هاي سيلكشن عشان أجبره يتركها. هاي لوفت، هاي الشكل اللي هون، هاد مش 16:9، العكس 9:16. العضلة كثير حجمها كبير، صح؟ أول إشي تعال نبلش نناقش من هون. هاي الدائرة حجمها كبير، تعال نصغرها شوي. اللابس هاد حجمه كبير ونازل لتحت، ما في مشكلة، بس أنت أعطيني الانثناء اللي فوق واللي تحت بعدين بفكر فيه. ودائما وأنت بتعدل بدك تأخذ لفة على الشغل تطلع عليه، يضيع منك، اكبس حرف الزد على اللوفت بزوم لك عليها. هذا أنا كنت أطلع من هون. طيب الكوع، إذا أنك راضي عنه هي السيركل تاعته، راضي عنه هيك راضي، مش راضي ممكن أنك تتلاعب فيه. والنهاية هاي كمان ممكن أنك تتلاعب فيها. ودائما أنت بتشتغل وبتطلع وبتفكر أنه مناسب أو مش مناسب. طيب هذا الشكل النهائي. العضلة هاي مكانها غلط، اكبس كليك على اللوفت وافتح اللوفت واضغط على الشيب وامسك الشيب تاع العضلة وحركه في المكان اللي انت بدك اياه. هل من الممكن ارفعه للأعلى شوي؟ نعم من الممكن. هاي السيركل مكانها غلط، تقدر ترجعها وتقدمها للأمام. شاعر انه فيها something wrong، حجمها مش متوافق مع الإيد، شكلها غلط، ترجع بتعمل كليك عليها، بس أكيد ارجع اعمل كليك على اللوفت عشان يترك الشيب وغير خصائصها. بتحكي لي شغل متعب، شغل متعب، ما هو هذا الإشي اللي انت شايفه هون اللي طلع معنا مستحيل يطلع معك بالطريقة هاي، مستحيل يطلع معك بالطريقة هاي إلا من خلال اللوفت. عدا ذلك بدها تطلع عينك وانت ترسم فيه. الآن اكتشفت إنه هاي الإيد شوي طويلة من هون، ترجع للباث، بترجع لللاين، ترجع للفيرتكس، باث، لاين، فيرتكس. وبصراحة أنا ما بحب أتعامل معها هون، بحب أتعامل مع النقاط هون، موف، وبرجعها للخلف، للأمام، زي ما بدك. هيك أنت بتكون صنعت شيء خلال 4-5 كليك. يمكن لو بدك تعمله على الإكسترود والآوتلاين والأشياء اللي تعلمناها سابقاً رح يأخذ منك وقت وجهد ضخم جداً. شيب، وين هالشيب؟ هيها هون. موف للأسفل شوي. طبعاً ما بتحكي الهم أنت أكيد، لأنك ممكن هذا اللوفت تعمل له سيليكشن، ممكن تعمل له ميرور، تحكي له أعطيني نسخة، وتحرك الأوفست على اليسار وتعمل إيد تانية، رجل تانية، وهكذا الأمر. هذا الشيء بسهولة لن تستطيع رسمه إلا من خلال تقنية اللوفت. بدي أصعب الموضوع شوي، وهي ديليت، نعمل جسم ديناصور. بنقدر؟ بنقدر. أول شيء وبكل سهولة، هذول السيركل خلي لي اياهم، راح استفيد منهم. بدي ابلش ارسم انا من الذيل للعنق، طبعا من الذيل للعنق. هاي سيركل، اسف، هاي لاين. وزي ما انت شفت انا ما بحب اتعامل مع السموث، بحب اتعامل مع الكورنر. خلينا نبلش انا وياك في اللاين من هون، بغض النظر عن عدد النقاط اللي انا برسمها. ايش هذا؟ سموث انا مختار، سوري، يلا مش مشكلة، سموث. شوف أنا برسم بالذيل، الآن راح أدخل في منطقة
نحكي ظهر الديناصور والبطن، وبعدين ننزل لتحت ونصنع هون الرقبة تاعته. أنا هو مستحيل أنا أرسم جسم مع رأس مع أطراف مع إيدين في ون كليك شباب، مستحيل، لازم تشتغله كقطع. طبعا السيركل اللي هون اللي أنا رسمها ما بتفي بالغرض لأنه كلها حجمها إيش صغير. طيب تعال أنا وياك نفكر، الذيل أنا عامله كإلابس، خليني أصغر وأعمله مثلا 2 × 2، هاي الدائرة للذيل، وممكن تعملها نص بنص، هاي 0.5 0.5، هاي للذيل. الذيل في المنطقة هاي اللي هون بده اللابس أكبر، بتخيل هذه ممكن تكون مناسبة، والإلابس الأكبر لحد ما يوصل مرحلة خلينا نحكي البطن الكبير هذا اللي هون، هيو الدائرة هاي أو الإلابس هذا، هذا بدي أكبره، بهمنيش أكبره الآن شباب، خليني أركبه في المكان اللي أنا بفكر فيه وبعدين بنهي. وهاي الدائرة اللي هي نهاية الرقبة تاعته. بتحكي لي في داعي أعمل دائرة هون؟ عادي اعمل، كل ما بتزيد دوائر. بصراحة لا، ما بدي دائرة أنا هون، بدي إلابس، لأنه ما في إشي اسمه سيركل في أجسام الكائنات. دائرة إلابس أصغر، بهمنيش الشكل شباب، لأني الآن رح أرجع أعدل عليه. تعال نيجي هون، أنا بلشت رسم من هون، يبقى هون صفر، هاي لوفت جيت شيب جيت شيب، رح يبلش معي سيركل. الآن أنا مش عامل هون سيركل أو اللابس لنهاية الذيل، بس خليني أجرب أنا وياك، بتنجح معي إذا ركبت هاي هون مباشرة. تعال نمشي أنا وياك في المسار وعيني عليه وهو بيتحرك، هاي هون، لأني مش قادر أقدر المسافة بالضبط وين، هاي هون تقريبا، وانت بتعرف إنه حتى لو أنهيت عملية الرسم بإمكاني أشتغل عليه، المنظر بشع، ما في مشكلة. راح أمشي كمان على اللاين، وعند انحناء الرقبة أرجع أحكي له أعطيني هاي، وعلى نهاية اللاين 100% أحكي له أعطيني الشكل هذا اللي هون. إن جنرال ممتاز. تعال نشوفه على الجيومتري شو اللي صار معي، في something wrong، في هاي، بس هاي سببها مش الدوائر، هاي سببها مين؟ اللاين بتتعالج. طيب السؤال اللي أنا سألته هون، حكيت لك إنه الذيل، على فكرة أنا أخطأت شباب، ما حطيت الصغيرة يعني. ما حطيت الصغيرة، بدي أرجع أعيدها، هاي كليك موديفاي لوفت على الصفر جيت شيب، هيها شوف، لأني صغرتها كثير بطلت أشوفها، وهاي المنطقة بقدرها أنا 25% جيت شيب، هاي واو 25% وين طلعت، عادي كليك على اللوفت، كليك على الشيب، امسك لي اياها، رجع لي اياها على اللاين على محور واحد، معلش اطلع من الجنب هنا، هنا في الدائرة هاي، هيها، وهون في الدائرة الأكبر، هنا ما في دوائر، في عندي هاي الدائرة اللي هون ممكن أتلاعب فيها، في هون دائرة، نعم ممكن أني أيضا أتلاعب بالشكل الشيب اللي هون. تعال نعالجه أنا وياك بالنظر من بعيد، نزله للأسفل، ارفعه للأعلى زي ما بدك. السيركل هاي بصراحة كثير صغيرة، اطفي الشيب وارجع واطفي اللوفت وامسك السيركل هاي، يعني هي أذت المنظر، هاي 3 3 مش مشكلة. شوفي عندي كمان، تعال نطلع من الجنب، طلع كله بصراحة باي تشانس زبط، يعني الأشكال اللي أنا رسمتها هيك تقديرا باي تشانس، لأني بس إجيت أفكر، فكرت في أول مقطع، فكرت في اللي وراء الذيل، في اللي وراء، أنا رسمتها شباب من 4 أو 5 دوائر أو 5 إلابس، أنت بإمكانك تكثر الإلابس بطلع الشغل احترافي أكثر. إذا هذا أنت مش راضي عن هيئته عادي بترجع للإلابس وبتكمل بتسوي اللي بدك إياه، يعني الشكل ماشي حاله،
طب شو ممكن أتابع أنا؟ ممكن تيجي أو نيجي أنا وإنت على المسقط الجانبي مش على الفرونت فيو، على الليفت فيو، وأحكي لك هذا الديناصور كرييت شيب لاين في الرجل هون هيك شكلها مثلا، أو أنت بتعمل في كائن فضائي بتتخيل كيف شكل قدمه، هذول النقطتين زيح ليهم هيك بطلع منظرهم. بصراحة بيقرقنيش الموضوع اللاين شباب، لأني بعد ما أحوله لجيومتري بصير أقرر إنه اللاين هذا مناسب ولا مش مناسب. هاي اللاين وبده تو سيركل أو تو إلابس، من فوق راح يكون حجمها شوي كبير ومن تحت صغير، بدي أصنعها من تو سيركل عشان بسرعة، ولا هي لازم ثلاث عشان أحدد منطقة المفصل، وعلى جيومتري على لوفت جيت شيب، نسيت أنا كيف رسمته من الأعلى للأسفل، على 100% انتر جيت شيب الجديد. ما بيقرقني الموضوع وين هاللاين، وين اللي أنا رسمته على الجهة اليسار، شوف كيف منظره هون، هاي زد تزوم إن، وين الدوائر تاعته هاي، ارجع للسلكشن طلع لي يا بالله للأمام أشوفه منيح، بدي أطفي الإفور عشان أشوف شو اللي صار فيه. سبب هاد الدوائر اللي أنا رسمها، ولا مش هاي تاعته؟ يمكن ما ضفت واحدة كمان. هاي الدائرة وين؟ يمكن ما ضفت، أنت ضفت بس دوائر واحدة. معقول؟ الثانية يا دكتور، دائرة اللي فوق ودائرة اللي تحت، إلا هدول هم. طب خليني أعيد، خليني أتأكد. نعم. أنت كنت حاط كليك على الدائرة اللي بالشكل اللي قبل. والله؟ عشان هيك أخذت من الدائرة اللي فوق، ما أخذت هاي. طب هاي الدائرة اللي فوق وهي نهاية اللاين 100% الدائرة هاي، منظرهم غلط. آه زبطت كلامكم صحيح، أنا كان عامل كليك غلط. هاي الدائرة هيها اللابس، أصغر حجمها شوي، وهاي الدائرة اللي هون بصراحة مش قادر أقرر الحجم الصحيح لأنه أصلاً هي مكانها غلط. تعال نشوف هي مكانها صح ولا لا. أول كليك على اللوفت كامل، رجعوا للخلف. أوكي شوف رجعته للخلف، بطل فيه تداخل، بعالج التداخل من اللاين. بس خليني أتفق أنا وياك الآن على حجم العضلة من الأعلى اللي هي الدائرة هاي اللي هون، خلص مناسبة. أعالجه هون، بعالجه من خلال اللاين شباب، واللاين أفضل. كبرها يعني، مستحيلة تحمل ديناصور. لا لا بتحمل، أنت ما عمرك شفت ديناصور، أنت اسأل اللي شاف ديناصور. هاي اللاين أوكي، وهي الفيرتكس هاي بدأ أدخلها لهون أكثر، لأن أنا شايف البطن هون، بس أنا ما بشتغل عند البطن، أنا بشتغل خلفه. L2W هيها زبطت هون. هاي القدم اتعلم الميرور، بتريحك بالشغل بعد ما خلصت وتأكدت ان الحجم صحيح. هاي ميرور ازيحها على اليمين، بحكي له بدي كوبي وبحرك الأوفست زي ما بدي انا، او اعمل اوكي وحركه بعدين زي ما بدك. وبصراحة هذا المفروض أني أنا أحركه هون شباب، أشوفه هون حتى أتأكد أن المسافة اللي داخله في داخل الأوبجكت زي المسافة اللي هون. هي باي تشانس طلعت صح. للي معترض، هي هذول الرجلتين مع بعض للأمام، بصير للخلف زي ما بدك، وهي هذول التنتين شفت وبعدين بحرك. هسا يعني بدك تكون حذر، يعني أي تأثير بتعمله على أي واحدة من الأرجل على الدوائر هاي كلهم بتأثروا. آه شباب؟ لا بس لا بس الأرجل، بس الأصلية. طب شوف شو بدي أسوي، هي كنترول زد، كنترول زد كمان كمان كمان، بدي أرجع عشان أعلمك إشي ثاني لقبل الميرور، لقبل الميرور. هيا هون إحنا كنا صح. شوف هاي اللوفت، أنا بس عملت له ميرور، شو حكيت له؟ حكيت له كوبي.
أنا حكيت له كوبي، كوبي يعني نسخة جديدة تختلف عنها، بدي أحكي له إنستانس. هاي أوكي، هاي هاي هون مثلا. طب هاي الدائرة اللي بيصير في الإنستانس على العنصر الأول بيصير على العنصر الثاني. فهمتوا قصدي شباب؟ آه فهمنا. هسا بشرح لك إياه مكعب بصير الموضوع أسهل. هذولا أكيد بدي إياها إنستانس مش كوبي، عشان إذا عدلت على واحدة ينعكسوا عليهم كلهم، إلا إذا أنت بدك تعمل عكس ذلك. الكوبي شباب هيو أرجع للستاندرد بريميتيف، وهي بوكس، هذا البوكس أوكي. لو أنا طلبت منه شفت وقلت له أعطيني كوبي، هاي نسخة جديدة. طب لو إجيت عليه وحكيت له شفت وأعطيني إنستانس أوكي، لو إجيت على هذا البوكس وكبرت حجمه، صغرت حجمه، أثرت عليه أي تأثير بدي إياه. اللي اخترتها كوبي، ما هي اسمها كوبي، نسخة جديدة ما إلها علاقة في النسخة القديمة. واللي اخترتها إنستانس بتضلها تتأثر في الأب بتاعها اللي انتسخت منه. طب هاي لو إجيت عليها وصغرتها بتأثر على النسخة الأصلية؟ آه، يكفي أني أنا أأثر على واحدة فيهم عشان إيش الثانية تتأثر زيها. هاي من الأشياء الجميلة اللي أنت ممكن تستفيد منها. طب شو ضل عندي؟ على فكرة هاي الدوائر والخطوط اللي أنا رسمتها رح تضلها موجودة، ولو لغيتها شباب ما رح تأثر. بس أنا موسى إذا بعمل بروجكت ما بلغيها، دائما بضللها، ويا إما بخفيها أو بقيمها من قدامي، وهي أصلا ما بتخوف على شاشة الرن ما بتبين، بس بخليها حتى نهاية البروجكت لعل وعسى أو ممكن إني أنا أحتاج إلها لاحقا. هسا بضل عندك مثلا نحكي الزعانف هاي اللي هون اللي على ظهره، بدك تعمل الراس، بدك تعمله بتقنية أكيد مختلفة عن اللوفت لأنه لا يوجد تماثل فيه. بس بضل عندي أعلمك إنه كيف هذولا الموجودين أمامي اللي هم من أربع قطع أنا صنعتهم على اللوفت، كيف ممكن إنهم يصيروا قطعة واحدة. هذا الكلام يعني مش صعب، هيو حول واحدة فيهم مع إني أنا ما بحبه بس مضطر. هاي سيف إكس 3، حول واحدة فيهم إديتابل، وجوا الموديفاير ليست بتلاقي خيار اسمه اتاتش. اتاتش هذا بربط، كيف ربطت النجمتين مع بعض وصاروا نجمة واحدة، هذا بربط نفس الشيء. اتاتش هاي وهاي وهاي وهدول اخذهم اوتوماتيكلي، هذول صاروا كلهم. اطفي الاتاتش راح تكتشف انه هذا الديناصور اللي احنا رسمناه ايش صار، قطعة واحدة. بس بمجرد ما عملته إديتابل وعملت الأتاتش تيجي تحكي لي بدي أكبر هاي الرجل من الأعلى، سقطت عنك. عشان هيك أنا وأنا بحكي شو قلت لك، قلت لك أنا ما بحبه، لكن رح توصل لمرحلة معينة إنه لا، عشان تقدر تكمل يجب أن يكون العنصر قطعة واحدة. وعشان عبد الله ما يزعل رح نيجي هون على كرييت عصفير، نرسم سفير هون، مع انه تعبنا على الشكل هذا اللي هون بطريقة كثير كبيرة. وهي التوب فيو، هي حرف الزد تو زوم ان، يعني تتعب على الشكل لا تختمه بإعاقة زي هاي، يعني بدك تيجي عليه وتزبط فيه وتشتغل عليه وترسم فيه. يمكن لو رسمت هون مكعب، يمكن لو رسمت فيه مكعب أفضل من السفير. شفت الخيار اللي أنا اخترته شباب؟ انتبهتوا عليه؟ الأوتو جريد هذا، شوف هذا الأوتو جريد شو بيعمل. أنت إذا بتقول له بدي مربع دون ما يكون كليك على الأوتو جريد برسم المربع على الأرض. إذا بتحكي له أوتو جريد وبتيجي ترسم، برسم على أعلى صفيحة موجودة أمامك أنت عامل عليها كليك، شايف؟ طيب لو هاي الصفيحة مايلة
زي هيك مثلا هاي رايت كليك كونفرت اديتابل بوليجون واعطيني الحافه هاي ونزل لي اياها هيك مثلا. وجيت حكيت له بدي هون مربع مكعب اوتو جريد، شو بيطلع المكعب؟ بيطلع مايل. ممكن تحتاجها، ما بتحتاجها لا تعمل عليها كليك لانه احيانا بتعمل لك ارباك. بس انا هون بايش ريحتني الاوتو جريد؟ ضمنت 100% انه المربع اللي انا رسمته هون خلينا نسميه راس التنين طلع بالضبط ملامس لهاي الصفيحه وماخذ درجه ميلانها. شوف يعني في نهايه المطاف يمكن البعض بيستصعب الموضوع ويمكن انا مطيت فيه وسولفت فيه كثير وحكيت عنه كثير، لكن لو انت بدك تطلب مني هذا الشغل تحكي لي ارسم لي اياه صدقا، يعني ممكن معي غير عن يمكن ما يتحمل معي دقيقتين. لكن كيف الخبره هاي انبنت؟ الخبره هاي انبنت اني بجرب كثير، برسم كثير، والاهم من ذلك اني انا استطعت اخذ المساقط الجانبيه للشكل، استطعت ارسمها. وانت شفتني وانا برسم ما اهتميت كثير كبيرة صغيرة الدائرة ما بهمني، ارسم لي دائرة وبعدين أنا بكبرها وبصغرها زي ما بدي، بس أنا اهتميت بشكل كبير جدا في المسقط الجانبي تاعه، تخيلته زي أكنه موجود أمامي ورسمت العمود الفقري تاعه، واهتميت أيضا في الأماكن اللي بدها تشكل معي نقاط فصل اللي هي بداية اللاين هاي الدائرة ونهاية اللاين، البطن تاعه هذا وين بالضبط؟ البطن بده يبلش يصغر للشكل هذا والشكل هذا يصغر للشكل هذا وهكذا الأمر. بمجرد ما فكرت واستطعت أنك ترسم هاي المساقط بطريقة صحيحة، أنت استطعت قلبا وقالبا أنك ترسم الشكل بطريقة مثالية. وبتخيل يمكن زميلتكم مش عاجبها شكل الرجل، بس بتخيل أنه الشكل جدا ممتاز. ممكن هذا يكون بدها تصغير، ممكن للأمام للخلف شوي، ما عندي أي مشكلة. لكن هيو في نهاية المطاف أنت استطعت أنك ترسم ديناصور. مش مهتم كثير في الوجه أنا لأنه بصراحة بده شغل قد هالثلاث مرات، أنك تعمل له سيجمنتيشن وتفتح تمه وتعمل له نياب بأخذ وقت كثير. بس شو ممكن أنا أساعدك الآن هيك بطريقة سريعة جدا وأفرجيك أن الأمور جدا بسيطة؟ وين المسقط الجانبي تاعه؟ هيو صح؟ تعال أنا وياك هون المسقط الجانبي بما انه الشكل ارتسم معي، عشان ما احركه بالغلط شباب بعمل عليه كليك رايت كليك فريز. فريز لو عملت عليه كليك ما بتضلل. شوف شو بدي اعمل، وين كرييت، وين شيب لاين كورنر. مش متخيل كيف المنظر بده يطلع لكن يستحق التجربه. شوف أحياناً بدخل لجوه مش كثير بيأثر. دكتور ما في أمر إن نرسم مثلث ونكرر على مسار يمشي على مسار؟ أنت مش عارف شو اللي أنا بفكر فيه. الزعانف ما بتكون متشعبة عشان هيك. أنا اللي بفكر فيه إنه يكون هذا مصمت مغلق، يعني طلع شو بس أخلص بدي أعمل جوا بطنه. شوف عملت نقطة هون بالغلط، هاي كلوز سبلاين. كيف بدي أعطي هذا سماكة الشكل؟ اكسترود. يس بكل بساطة من الموديفاير ليست اكسترود، وتسخاش فيها كثير ولا تسخى كثير فيها، بصير منظرها قد تسخاش يعني هاي الأمانة، مش تعملها هيك مش مسيطر على الماوس. هاي واحد كبير، هاي نص. البعض بيحكي لي شو هذا زي المثلثات فعليا، هو مش شكلها هيك. بدك تعمل اشي وتتعب عليه بده وقت. هاي اثنين من الاسفل، اثنين. طيب تعال طلع انا وياك فروم توب فيو، خلي لي انا راضي عنه فروم توب فيو. هل هذا راكب في منتصف الاوبجكت؟ لا، رجعوا للخلف شوي. طيب شو بدي اسوي؟ انتم مش راضيين عنه هذا الشكل بعد ما عملت الاكسترود وبعملت من الدنيا هاي كل هاي رايت كليك كونفرت واديتابل بوليجون واعطيني الفيرتكس وهذول النقطتين
أنا كنت مغير هاي في الشعبة اللي قبليكم، وهي سكيل قربهم من بعض. طب بقدرش أعملهم كلهم مع بعض؟ إذا بتقدر تضللهم كلهم بدون ما تضلل اللي في البطن تحت، أعملهم. أصلا لازم تعملهم كلهم نفس السكيل على كنترول. أنا شباب بشتغل مقوي قلبي كثير، لأني عارف إنه النقاط اللي تحت بعيدة عني. طب دكتور بنفع النعمه؟ بنفع النعمه؟ طب خليني بس أعمل هاي السكيل اللي أنا بفكر فيه، أقربهم يعني على بعض. يعني دكتور تستخدم عليها التيربو. طيب حاضر، هاي كنترول زد وكليك أي مكان فاضي للتيربو سموث. إذا أني حامل فيرتكس ومضل الفيرتكس وبقول له تيربو سموث، بيشتغل على الفيرتكس اللي أنا مضللها. بس اطفي الفيرتكس، امسك الاوبجكت زي ما انتم بتطلبوا، هي عباره عن عصف ذهني وافكار. هاي تيربو سموث، هيك شكله. البعض بحكي لي مشوه، ما هو الشباب احنا حكينا عنها سابقا انه التيربو سموث ما حطيت سيجمنتس. سوري، ما كان في سيجمنتس اساسا. هاي تيربو سموث، هاي ديليت. التيربو سموث تعتمد على السيجمنتس، وهذا الاوبجكت الجديد اللي انا راسمه ما في سيجمنتس. طيب هاي لو زي ما طلب مني المرة الماضية واحد من الشباب تيربو سموث، وحكى لي زيد للإيتريشن، لا انجن الجهاز، وارنينج أعطاني، أنا آسف. هاي ثلاث، أوكي هيك رح يطلع منظرها. بس أنا هلكته عشان أنت تكون بالصورة، وهي هاي موف كلها لفوق شوي عشان ترجع تبين معي. لا تخاف من السيجمنتس، هذا المطعجة هاي F4 to hide segments. هاي تحكي لي ممتازة، خلص إذا أنت بدك إياها هيك ماشي، بس تنساش إنه هاي مجهدة على جهاز الكمبيوتر. هاي ضربت من وراء، بدي أرجع لللاين اللي رسمها وأرجع للفيرتكس اللي هون اللي ضربوها هذول. بصراحة مش مسؤوليتهم، هم من مسؤول إنهم طلعوا مسؤولية النقطة هاي. دخل ليها لجوا، بتهمنيش. ارجع على التيربو سموث، هاي شوف، ارجع عليها هاي النقطة كمان، دخل ليها لجوا. ما اشتغلتهاش بحرفية شباب أنا بصراحة، وما اهتميتش كثير، ولا كان ببالي أني أعمل أنا التيربو سموث، لأني أنا إذا بدي أشتغلها بطريقة صحيحة ما بشتغلها في هذا الأسلوب. بس هي إجمالا طلع منظرها حلو، تدمجها مع الشكل دمجها، شو المشكلة؟ عادي. طيب شو بضل عندي؟ هاي كمان شغلة هيك جميلة على التوب فيو. وين الذيل؟ هاي الذيل هون، هاي لاين كورنر، يلا كورنر. وهاي الفيرتكس، شوف أنا كثير بحب أتعامل مع الكورنر وأظني أحول سموث، ما بعرف ليش. وهاي إلها دائرتين، دائرة هون تقريبا قد حجم هاي، مش ذاكر، لو ذاكر حجمها كان ضفته نفسه، دائرة صغيرة هون. وهاي اللي هون compound object loft get shape على نهاية اللاين. ركزوا، أنا بشتغل، أنا ما بكرر شغلي مرتين، مستحيل أكرره، يعني مستحيل أصنع هاي مرتين. أنا بصنع الأولى وبتعب فيها وبزبطها، بعدين بفكر في الثانية. هاي O point one تكاد أن تكون زيرو. يعني تعال نشوفها على أرض الواقع على التوب فيو. ليش على التوب فيو هيك؟ وهون بعيد عن اللاين. هاي زد، لا مزبوطة مزبوطة. هاي طيب من الجنب عالي، أيوة هاي المشكلة هون. L to W من هون مزبوط، من هون مش مبينة معي، من هون هايها عالية، نزلها للأسفل. أوكي وهاي نفس الخطوات الماضية، ميرور عكسي على الجهة الثانية. هاي كوبي، ركز كيف طلع، كيف طلع الميرور تاعها. هاي زوم اوت، هاي ميرور، شوف وين اعكسها. اجين اي محور اعكس عليه، الاكس ولا الواي؟
الواي الواي احكي له مش على الاكس الميرور على الواي ارفع الاوفست طبعا هاي راحت مني تصغيرها على الاخر انه حولته اديتابل هاي رايت كليك انفريز عشان افك تجميدي للاوبجكت اللي هون وين انفريز بس بقدرش اصغرها لا بقدر ما هو اديتابل الشكل هاي هاي افورت شو سيجمنتيشن هاي الدائره تطلع نرجع للبوليجون هاي اكسترود الها هاي ابلاي لانه هذيك راحت مني لكن في عندي خيارات اخرى هيك يا عبد الله انت بتكون صنعت ديناصور جدا شرير ممكن نتعب عليه اكثر ممكن انه نحسن فيه ممكن انه نجيب نعمل افكار ونتناقش فيها يعني شو ما بخطر ببالك بامكانك تصنعه بتخيل شكله نوعا ما ممتاز لو انا استطيع اشرح لك اليوم موضوع السيجمنتيشن على مستوى البوليجون اللي هي السبلت والكونكت راح تقدر تسيطر على موضوع الراس لأنه كثير بده شغل لأنه لا أخفيك علما كل الشغل هذا اللي أنت اشتغلته هون كله حكي فاضي مقارنة بالتفاصيل اللي بدها تيجي بوجه الديناصور مقارنة في التفاصيل اللي راح تيجي هون خليني أخزنه لعل وعسى أنه نرجع نحدث عليه ونطور على هذا الشكل مرة أخرى يعني يكفي أنك تستطيع أنك ترسم بعض المساقط بحيث انه تصير عندك اوبجكت كامل متكامل هي اتاتش عشان ما انسى خذ لي هاي وخذ لي هاي وخذ لي هاي ممكن هذا الشكل نغير لونه من موديفاي هاي بني شوف هاي لو ما دمجتها كان الموضوع احلى كنترول زد كنترول زد يعني ممكن أجع هذول أنا أغير لونهم مثلاً أبيض وهاي أبيض وهاي كمان أبيض ولا تطلب مني أغير هاي أبيض لأنه هاي ما إلها دخل بالشكل هاي بس بدي أضبطها شوي هاي edges هذول الedges كلهم اللي هون لا هاي الحافة شوف هاي الإدج اعمل لي رينج اعمل لي شرينك ما بده ايدج هاي فيرتكس شوف افضل شيء الفيرتكس ضلل هذول رجعها للخلف عشان يصير المنطقه المدببه اكثر شيء بتسيطر عليه الفيرتكس اطفي السيجمنتس يمكن الشكل ياخذ انطباع اخر جميل يا شباب بتمنى أنا بعرف أنه لو بدك تيجي فيها كمحاولة أولى ويطلع معك نفس الشغل راح يكون الموضوع جدا متعب وجدا مجهد لكن ثق تماما إذا بتحاول فيها 3 مرات وكل مرة بترجع بتعيد راح تحصل على تحسين خرافي بالشكل راح يصير عندك الشكل محسن ويتطلع معك نتيجة أفضل بالشغل اللي أنت بتشتغله أنا عملت له ريندر بس عشان أفرجيك الفاينل ريزلت إله في حد عنده سؤال شباب دكتور الدين بس قبل ما تحكي يا محمد الدين النصيحة يا أخواني ويا حبايبي يمكن أنا معك الفصل هذا يمكن الفصل الجاي ما أكون معك الدين النصيحة أنا بنصحك في مادتي وفي غير موادي إنك دائماً وأبداً تضلك تطبق يعني حتى لو الشيء بسيط عيده مرة ومرتين وثلاث كل ما بتعيد كل ما بتنمي المهارة الموجودة في داخلك اللي أنت مش عارف عنها أصلاً تفضل يا محمد بس دكتور أنا يعني بدي أسألك عن الشريط اللي فوق اللي فيه الأدوات اللي فوق اللي عنده أندو وأشياء زي أنا ملغي عندي حاولت ايه ايش النسخه 2011
انت مرة قلت لي انه افتح كاستمايز بس ما زبطتش معي. كاستمايز لود كاستم يو اي هاي ديفولت 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 او هاي اللايت بصير لون 3 دي ماكس فاتح والدارك بصير لونه غامق. بس انا والله ال 2010 او 2011 ماني ذاكر، لكن انت بتطلع عندك فوق هون صح؟ لو كتبت على الجوجل يا محمد هاو تو شو اندو بار اندو بار ان 3 دي ماكس 2010 او 11 انت بتشتغل عليه. انا قصدي كل الشريط مش بس الاندو، يعني عشان هيك هو يعني هو انا ما بعرف والله شو اسمه، بس عشان هيك قلت لك الاندو بار لانه أوكي. المفروض انه يدلك عليها. سلم ايديك دكتور. في حدا كمان عنده سؤال شباب؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. هلا بالشباب، الله يرضى عليكم.